السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أسماء، مرحبا بندر، رحمة، محمد، مرحبا بكم جميعا. سعيد جدا بالالتقاء معكم في لقائنا قبل الأخير من مقررنا، مقرر إدارة الموارد البشرية. شكرا أخ محمد. بانتظار دخول البقية، ننتظر قليلا حتى يدخل البقية ثم نبدأ لقاءنا، لقاء اليوم. ونحن ننتظر، ننظر هل يوجد هناك بعض الأسئلة والاستفسارات. مرحبا يا بشر، مرحبا غادة، نواج، مل، علي، مرحبا علي. اليوم نختم إن شاء الله يا بشرى، نختم النظري في الحقيقة، اليوم نختم اللقاء النظري ونختم كامل المحاور، نغطيهم اليوم إن شاء الله. وتبقى لنا المحاضرة الأخيرة الأسبوع القادم، سوف نخصصها للمراجعة. محمد يقول دخلت الكويز وما تمكنت من الحل. حاول تدخل مرة أخرى. إذا عندكم كويز كنت قد قمت بنشره منذ يوم الثلاثاء الماضي ويبقى معكم إلى يوم الأحد أو يوم الخميس، ولا نسيت. الكويز يمكن الدخول مرة أخرى، سأنظر يا محمد إن كنت إن كان بالإمكان تغيير الأعدادات وفتحه للعموم وفتحه للجميع بمرات عدة، سوف أرى إن كان هذا ممكن. هل لديكم أسئلة واستفسارات أخرى قبل أن نبدأ؟ بشرى تقول تفضل نبدأ، ننتظر قليلا حتى يدخل البقية، واحنا الحقيقة نتجاذب أطراف الحديث، نجاوب على أسئلتكم حتى يدخل البقية ثم نبدأ إن شاء الله. مرحبا كريمة. أخ علي يقول يقول لي ما ينتبهت له علي في إيش هذا في التكليف. هو في الحقيقة التكليف هو فقط لمجرد الإعداد، لأن شخص يقوم بإعداد نفسه وتجهيز نفسه لأكل، فهو تمرين قبل الاختبار للتأكد من قدراتنا، من جاهزيتنا، والإعداد الجيد بحول الله للاختبار النهائي. مرحبا سارة. نبدأ إذا، وين وصلنا؟ سوف انظر يا علي، سوف انظر ان كان بامكاني تغيير الاعداد واجعله مفتوح على طول. بدينا في التدريب.
بره 9 سياسة الأولى. خلاص نقوم بخمس أسئلة سريعة قبل أن نبدأ. إذا أسئلة كما تعودنا، أسئلة صح وخطأ سريعة جدا، وننظر من صاحب الإجابات الصحيحة الأولى. خلينا ناخذ ورقة وقلم حتى نسجل الأسماء. إذا نبدأ السؤال الأول، يقول في التقييم، السؤال كالآتي: في التقييم، في التقييم من أدوار إدارة الموارد البشرية تصميم نظام تقييم الأداء. هذا محمد داخل القوة. محمد هو صاحب الإجابة الصحيحة. إذا محمد صاحب الإجابة الصحيحة. ونعيد السؤال. إذا محمد يسجل أول نقطة. من أدوار إدارة الموارد البشرية في التقييم هو تصميم نظام تقييم الأداء. ممتاز. إذا الإجابة صحيحة. إذا سؤال آخر، رحمة تقول من قبل محمد. يا رحمة عندي موجود إنه محمد هو الأول. نرجع نتأكد محمد ثم رحمة. إذا السؤال الآخر، من أهداف تقييم الأداء الترقية. صح. إذن الإجابة الصحيحة عن من؟ عن خالد. خالد إذن يسجل النقطة الثانية. نعم، إذن خالد حمد النقطة الأولى وخالد النقطة الثانية. ونعيد السؤال، من أهداف تقييم الأداء الترقية. نعم هذا صحيح. إذا الترقية هي من الأهداف، من أهداف التقييم. إذا سؤال آخر، جايزين السؤال. إذا السؤال يقول: يعتبر الزملاء من المسؤولين عن تقييم الأداء. صحيح علي. إذا يسجل النقطة. إذا علي. إذا عندنا محمد وخالد وعلي. فشو السالفة اليوم؟ العنصر الذكوري فارض وجوده. إذا علي يسجل النقطة الثالثة. وين الأخوات؟ محمد النقطة الأولى، خالد النقطة الثانية، وعلي النقطة الثالثة. إذا نمشي السؤال الرابع. إذا من معايير نواتج الأداء كمية الأداء. صحيح. هذا علي يجهز نفسه. هذا شو مسوي؟ أعطانا الإجابة على طول. خلينا نتأكد. سارة صاحبت الإجابة. سارة صاحبت الإجابة الصحيحة الأولى. إذن سارة تدخل قائمة المتحصلين على النقاط. إذن عندنا محمد، خالد وعلي. ونعيد السؤال، تعتبر كمية الأداء من معايير نواتج الأداء. إذن سؤال آخر، يعتبر الحمد لله. نعم يا سر، يلا لعلك تفوزي باللقاء. لكن اتصور انه محمد وخالد وعلي جاهزين.
سؤال كالآتي: من سيكون الفايز اليوم؟ سؤال يقول: يعتبر الغياب من معايير الصفات الشخصية، من فاز باللقاء؟ من يا ترى؟ من؟ الأخ علي. خطأ، والإجابة الصحيحة خطأ، والأخ علي كان أول من أجاب عن هذا السؤال. يعتبر الغياب قلنا من معايير صفات الشخصية، وهذا خطأ، لأن الغياب هو من السلوك، فبالتالي هو سلوك، فبالتالي يعتبر من المعايير السلوكية للتقييم. إذا أخ علي برافو، ممتاز. إذا تحية كبرى لأخ علي لفوز المتواصل، ما شاء الله حقيقة متميز أخ علي، وشكر كبير جدا، شكر كبير جدا لمحمد وخالد وسارة، ولو انه سارة في الحقيقة تقول انا الاولى، تتعقد على النتيجة. خلينا نرجع نتأكد حتى ما نظهر مرة واحد. ماريا قالت لك علي يعطينا فرصة. خلينا نشوف حتى نتأكد. إذا كانت الإجابة الأولى رحمة صح، ولكن الإجابة الثانية علي خطأ، ثم بعده على طول صار خطأ. إذا نؤكد الإجابة الصحيحة كانت من طرف أخ علي. هذا أكثر إن شاء الله المرة الجاية. إذا حقيقة حماس ومنافسة حقيقة ممتعة غاية، ممتاز. شكرا لكم، شكرا للجميع، كل من شارك معنا في هذه الجزئية من اللقاء. إذا الآن ربما نسوي كوز احنا والوقت، إذا يكفينا الوقت نسوي كوز في آخر اللقاء، لكن خلينا نواصل. إذا وبدنا ننهي المقرر اليوم إن شاء الله، حتى مثل ما قلت أن نقوم بمراجعة المرة القادمة. إذا نبدأ مع المحاضرة 23، نتكلم فيها عن عناصر التقييم. إذا تكلمنا هذه خلصناها أساسا، صح ولا لا؟ ونمشي الخطوات التدريج، صح ولا لا؟ إذا المحاضرة 24 اللي هي التدريب. إذا التدريب، التدريب قلنا هناك خطوات لإعداد برنامج تدريبي. نستعرض قلنا صح في التقييم هذا وين؟ هذا مش نعم، قلنا شوفوهم براحتكم، ما نضيع فيهم وقت. إذا نمشي للتدريب، التدريب في الحقيقة في خطوات حتى نبدأ ندرب. ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى هي الكل معنا، ما فيش شيء مش معنا. الخطوة الأولى اللي هو تحديد الاحتياجات التدريبية، هذه أول خطوة. قبل أن نقوم ببناء برنامج تدريبي لابد أن نحدد احتياجاتنا التدريبية. شو معنى نحدد احتياجاتنا؟ معناها أنا كمدير موارد بشرية كل قسم يرسل لي احتياجاته الكمية والنوعية. مين يفسر لي؟ مين يشرح لي؟ ما معنى الاحتياجات الكمية والنوعية؟ شو الفرق بين الاحتياجات الكمية والنوعية؟ برافو يا علي، كم هو عدد الوظائف؟ نعم يا محمد، الكمية هي العدد. ماذا عدد؟ نعم هذا الكمية. والنوع اللي هو ايش؟ نعم اللي هو، نعم يا غادة، اللي هو الوصف، نوع الوصف. معناها احتياجاته فيما يتعلق بنوعية التدريب،
نوعيه، مثلا ربما عنده 100 واحد بيتدربوا، لكن 10 منهم يتدربوا في التسويق، 20 يتدربوا في الموارد البشريه في اختصاصات محدده. لابد انه يقول لي بالضبط شو الجزئيه اللي وده يدرب فيها موظفين. اذا هذا هو عدد الناس اللي راح يتدربوا، وفي ايش بالضبط ودهم يتدربوا. اذا نقطه ثانيه هو خلاص عرفنا الاحتياجات، لابد ان نبدا في ماذا؟ في نعم يسار على حسب تخصص القسم. اذا الخطوه الثانيه اللي هو ايش؟ تصميم برنامج التدريب. اذا نصمم البرنامج، مين راح يتدربوا، مين راح يدربهم في اي مكان. النقطه الثالثه تنفيذ البرنامج التدريبي، نفذ البرنامج، ومن بعد ما نفذ البرنامج اللي هو ايش؟ اللي هو تقييم التقييم، نشوف هل التدريب كان ناجح او لا. وفي التقييم هناك تقييم مباشرة بعد الدورة او اثناء الدورة في نهايتها، وهناك تقييم في العمل بعدين، هل في تغير في سلوكيات الافراد داخل العمل. نقطة ايضا دائما نجدها في كل فصل، في كل وظيفة من وظائف الموارد البشرية، ما هي مسؤولية مدير الموارد البشرية، وما هي مسؤولية باقي المديرين. هذه ايضا مثل ما قلت ننتبه لها دائما مهم. انواع التدريب، هناك تصنيفات مختلفه. اذا اول تصنيف لانواع التدريب هو حسب ماذا؟ حسب مرحله التوظف. شو معنى حسب مرحله التوظف؟ متوظف جديد، متوظف قديم، جالس معانا عنده مده، عنده خبره، اذا تختلف. اذا اول نوع من التدريب حسب مرحله التوظيف اللي هو ايش؟ اللي هو التوظيف، توجيه الموظف الجديد. لسه واحد داخل فريش، مش فاهم ولا شيء في الشغل، نسيب الحال ونتركه ونقول له يلا ابدا الشغل. لا، لابد انه ايش؟ نسوي له تدريب. الهدف منه ماذا؟ نعم احسنت يا ساره، الهدف انه يتم تهيئته للوظيفه، معرفته، تعريف باساسيات الوظيفه، باحتياجاته، بالاشياء التي لابد انه يعمل عليها ويتمكن منها في وظيفته. النوع الثاني اللي هو التدريب اثناء العمل. التدريب اثناء العمل، ما معنى التدريب اثناء العمل؟ اذا هو يتدرب داخل الشركه، صح ولا اثناء العمل؟ وعادة مين اللي يدرب المتدرب اثناء العمل؟ اذا هو يعمل ويدرب. نعم احسنت يا بشرى، نعم يا سارة، نعم محمد. اذا هو شخص يعمل معه واكثر منه خبره واكثر منه معرفه ومهاره، وبالتالي يدربه اثناء العمل حتى يتمكن من من ذلك العمل. النقطة الثالثة، النوع الثالث اللي هو التدريب نعم احسنت يا علي، النوع الثالث اللي هو التدريب بغرض تجديد المعرفة والمهارة. لاحظوا معايا ان الكاتب استعمل بغرض تجديد، اذا تجديد المعرفة والمهارة. ما معنى تجديد؟ معنى اصلا هو عنده معرفة ومهارة، هو اذا هو نوعا ما عنده خبرة في الشركة، ولكن تطورت متطلبات الوظيفة فجاوزته نوعا ما، اصبح غير قادر على اداء العمل بنفس الكفاءة، فلهذا لابد انه يطور من نفسه. اذا الوظيفة تطورت لابد انه ايضا شاغل الوظيفة هو نفسه يتطور. النوع الرابع اللي هو التدريب بغرض الترقية او النقل. اذا هو موجود في الشركة ولكن سوف يتم ترقيته الى وظيفة اعلى، او سوف يتم نقله الى قسم اخر، الى مسؤولية اكبر، فبالتالي احتياجات الوظيفة الجديدة ربما تفوق نوعا ما قدرات هذا الشخص، وبالتالي يتطلب منا الامر انه ندرب، انه نعطيه الادوات التي تمكنه من النجاح في تلك الوظيفة الجديدة. خامسا التدريب هذه اخر مرحلة نوعا ما، صح ولا لا؟ وهذه الشركات الكل يقوموا فيها، التدريب للتهيئة للمعاش. شو ما هي قصتها؟ التدريب للتهيئة للمعاش، ما هو فحواته؟ ما هو مضمون؟ ما
ما هي فائدتها؟ هي في الحقيقة عندما يكون الشخص يعني خلص في أيامه الأخيرة أو أشهره الأخيرة في شركة وسوف يغادر الشركة لوصوله إلى معنى سن التقاعد، فكهدية تقدمها الشركة لذلك الموظف أنه تقوم بدورات تدريبية تعلم فيها كيف يدير تلك المرحلة الجديدة من حياته. هل هو الخروج على المعاش هلية والتقاعد هلية بالأمر الهين بالأمر السهل على كل شخص؟ لا، تعرفوا جميعا أنه فيها تحديات، أنه المرة اللي يواجه فيها تحديات، كان يعمل، كان نشيط، كان دائما عنده أهداف، كان يشعر بضغط الوقت، وفي لحظة يصبح يشعر بفراغ وربما بنوع من عدم الأهمية في حياة المحيطين به، لأنه لا يعمل، لأنه ليست لديه مسؤولية، لأنه ليست لديه بعض الأحيان أيضا سلطة، فهذا يسبب فراغ، والفراغ ربما يجعل الإنسان يشعر بالألم وفقدان الثقة في النفس. وتشير الدراسات أن نسبة الوفيات لدى الأشخاص اللي يخرجوا للتقاعد وتواجد في تلك الوضعية التي ليس لديهم فيها أي شيء يشغلهم، أي نشاط يعملون عليه، نسبة الوفيات لدى هؤلاء الأشخاص تكون أعلى بكثير من الأشخاص اللي يخرجوا من التقاعد إلى وظيفة أخرى، إلى نشاط آخر، إلى مشروع شخصي، إلى ممارسة جملة من الأنشطة والهوايات. فالفراغ حقيقة قاتل، ويحتاج الإنسان لتخطي ذلك التحدي، يحتاج إلى دورات تدريبية. نعم أحسنت يا علي، لكن في الحقيقة هل كل الشركات تعير اهتمام بهذا النوع من التدريب؟ شو رأيك؟ صار بندر علي كلهم يتخذوا لا، صار تقول طبعا، الوحيدة اللي قالت طبعا صار. صارت تقول خلاص بيتقاع، ليش الفايد؟ نخسر فلوس، ليش خسارة الفلوس؟ هل نطرح عليكم سؤال بطريقة أخرى؟ هل في عملية تدريب الأشخاص للخروج إلى التقاعد إلى المعاش، هل في فايدة للشركة ولا ما في فايدة؟ شو رأيك؟ سارة تقول لي محمد يقول في فايدة، ماريا كريمة يقول نعم، بندر يقول لا، نوف لا، سارة نعم، سارة زارين نعم، علي فيه، ماريا السمعة، محسن في ماريا تقول سمعة، بشرة تقول ممكن يزيدوا في الولاء فيهم. برافو، احسنت يا ماريا. بشرة اذا هو في الحقيقة فيه فايدة كبيرة، انك تدرب الانسان على المعاش. اللي عبروني نوعا ما اللي قالوا لا ما في فايدة وخسارة فلوس، هم ربما نظروا الموضوع من زاوية واحدة، من زاوية الشخص اللي راح يطلع فقط، فيصوروا انه الشخص هذا راح يطلع خلاص ندرب فيه ليش. لكن في الحقيقة انه تدرب هذا الشخص لجهز المعاش هو رسالة ايجابية، مش لهذا الشخص فقط، هي رسالة ايجابية لكل من يعمل في الشركة، وكأنك تقول لكل من يعمل في الشركة علاقتنا بك هي مش علاقة مهنية فقط، مش علاقة عملية professional فقط، لا، هي علاقة إنسانية، هي علاقة وطيدة تتجاوز حتى مجال العمل، فأنت تعني لنا الشيء الكثير كإنسان، نحن نقدر ونكبر فيك إنسانيتك، وأيضا نعترف لك بالجميل على كل ما قدمته في الشركة، فلهذا نقدم لك هذه الهدية كدورة تدريبية. فكل شخص يعمل في الشركة سواء كان كبير السن أو صغير السن ينظر إلى نفسه في ذلك الشخص، وكأن الشركة نعم. بندر يقول كلامك جميل يا دكتور، لكن هل في شركة عملت كده؟ شو رأيكم، في شركة تعمل كده ولا فيش؟
سارة تقول بس نادرا تلاقي شيء. علي يقول فيه فيه، لكن أي الشركات اللي تقوم بالمنتج؟ من الشركات التي تقوم بهذا؟ نعم يا سارة، الشركات الكبيرة التي لها سمعتها سابق ورمكو عليه أحسن، برافو. الشركات الكبيرة ذات السمعة الكبيرة العالية تقوم بهذا. وأساسا ما يمكن أن تكون أنت شركة كبيرة وناجحة إلا ما تكون ناجح في إدارة الموارد البشرية. في الحقيقة مش الشركة نجحت ثم قامت بهذا، لا لا لا، العكس، هي شركة قامت بهذا فنجحت. شركة استثمرت في مواردها البشرية، شركة اعتبرت كل فرد يشتغل في الشركة كثروة حقيقية لابد أن نطور فيه. والتطوير فيه مش فقط في جانب المعرفة، أو هو تطوير فيه في جانب الشخصية، والتطوير أيضا فيه في جانب العوامل النفسية وارتباطه الوثيق بالشركة، فيصبح جزء من منظمة، يصبح جزء من أسرة، وكل فرد يعني لنا الكثير. فبالتالي عندما نعطيه هو أيضا سوف يعطينا، هي علاقة تبادلية، نحن نعطي فنأخذ. وانت تعطي، انا اقول لك بكل بساطة، لو انت اطرح السؤال على نفسك، لو انت تشتغل في شركة والشركة تشتغل فيها واحد طالع على المعاش، سووا له حفل كرموه، وقبل ما يطلع على المعاش سووا له دورة كهدية، دورة تدريبية على المعاش، انت حاضر في الحفلة هذه، شو تقول لنفسك؟ شو شعور انتابك؟ كل واحد يجاوب على نفسه، كل واحد يقول لعلي شو 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 تحس. محمد يقول اتحمس، والبقية بشرة تقول يخلق شعور حلو، صح ولا شو تقول لنفسه؟ اتحمس، اشتغل عنده مرة ثانية. بالله عليكم في واحد يقول الشركة تضيع في فلوسها؟ مين فيكم يقول هو حاضر في حفلة هذه يقول الشركة تضيع في فلوسها؟ ولا واحد، لأنه تلقائيا سوف يشعر بالدفء في قلبه، لأنه حركة نبيلة، والحركة النبيلة مستحيل أنه تكون عواقبها انعكاساتها على نفسية الإنسان سلبية. نعم علي، والصراحة في العلفة وبحس أني من عائلة، نعم. بندر يقول حاليا، شو معنى حاليا يا بندر؟ الموجود في التكريم والدروع والذكريات، نعم. ممتاز، إذا نمشي لنوع آخر من ال، نعم يا بشر، إنه واحد يفتخر شركة تهتم بك كبشر كإنسان، وعلاقتها بك مش علاقة شغل وفلوس فقط، لا، هي تحترمك وترد لك الجميل، هذا تحقيق يعطي الدافع. بكرة أنت لما تكون تشتغل بتلك الشركة تكون تحرص عليها بكل ما لديك من معناه من قلبك، تكون تشتغل وتدافع على اسم الشركة وتقدم كل ما لديك، حتى الشركة هذه تشتغل بها وانت فخور بها تكون في العالية. نمشي من المحاضرة 25. إذا أنواع التدريب حسب نوع الوظائف. إذا النوع الأول اللي هو التدريب المهني والفني، عفوا، التدريب المهني والفني تعرفوه اللي هو يدوي، صح ولا لا، مثل الميكانيكي. التدريب التخصصي، شو معنى التدريب التخصصي؟ كل واحد واختصاص. مدير انتاج، تدريبه راح يكون فيش في الانتاج، مدير تسويق راح يكون في التسويق. ثلاثة، التدريب الإداري، هنا في الأمور الإدارية مثل التواصل، القيادة، الضغط النفسي، كل ما يتعلق بالتنمية البشرية أيضا، هذا يدخل في التدريب الإداري. نوع تصنيف آخر من التدريب، إذا من أنواع التدريب، هو التدريب حسب مكانها. هناك تدريب داخلي وهناك تدريب خارجي، داخل وخارج الشركة. ممتاز، ممتاز جدا. ننتقل إلى تحديد الأحتياجات التدريبية الآن. هنا الكاتب يشرح معنى الحاجات التدريبية، ومثل ما قلنا الحاجة التدريبية هي إما كمية وإما نوعية.
وبالتالي هي الفرق بين الأداء المطلوب والأداء الفعلي، إذا الذي ينتج عنه نعم قصور، إذا نعم يصار عندما يكون هناك قصور أو عجز في الأداء. من مين جاي القصور؟ لماذا يوجد القصور؟ ما هي أسبابه؟ هما في الحقيقة سببين، لأما الشخص لا يعرف المطلوب، هو لا يعرف المطلوب، أو إذا هو من الشخص نفسه إذا هو اللي ما يعرف المطلوب أو مش متمكن منه. هذا واحد. يقول اثنين، إنه هناك ما يعوق الفرد من تنفيذه ربما أشياء خارجية، إما لسبب يرجع للشخص نفسه ولا لسبب خارج عن سيطرة الفرد. إذا أسباب أساليب الحاجة إلى التدريب، إذا ما هي الحاجة التدريبية على مستوى الفرد؟ لماذا الفرد يريد أن يتدرب؟ يريد الفرد أن يتدرب للترقية. نعم، أحسنت سارة، أحسنت سارة علي، بشرى، شواق، نور. النقل حتى ينتقل من إلى مكان آخر، تصميم الأداء، برامج تخطيط المستقبل الوظيفي، الأداء بالأهداف، الحوادث، الترقية، عفواً الترقية، الرقابة على الجودة، الشكاوى، القيام بمهام خاصة، التناوب الوظيفي. إذن هذه الحاجات التدريبية على مستوى الفرد. لازم نشوف الآن الحاجات التدريبية على مستوى المنظمة، ربما إنشاء وحدات إنتاج جديدة، إضافة منتجات جديدة، استخدام الآلات ومعدات جديدة، الأخذ بمعايير ومواصفات إنتاج جديدة، الأخذ بسياسات تسويقية أو تسعير أو إعلان جديد إلى ما ذلك. ويتكلم الكاتب عن أهمية القيام بدراسة، والدراسة تشمل جملة من النقاط، منها دراسة التنظيم، دراسة عمليات وأنشطة الشركة، دراسة الأفراد وإلى ما ذلك. نمشي الآن للمحاضرة السادسة والعشرين، أهداف التدريب. بجرة تقول هذه نحفظها، الحقيقة أي شيء شفناه فهو معانا، لكن ما أدري كل واحد وأسلوبه، في من يحفظ، في من يفهم، كل واحد وأسلوبه. إذا أهداف التدريب، أيضا هناك تصنيفات في أهداف التدريب، هناك أهداف التدريب وفقا لنوع ومحتوى التدريب. إذا وفقا لنوع ومحتوى التدريب، هناك أول هدف اللي هو تغيير الاتجاهات، نعم أشواق، تغيير تقييم المعرفة. في الحقيقة نتصور واضح العملية، تغيير الاتجاهات معناه تغيير الاستعداد النفسي، معناه تغيير في شخصية الإنسان. ندرب حتى نغير في شخصية الإنسان، ثم تقييم المعرفة حتى نشوف مستوى معرفته عالي أو منخفض. تنمية المهارات، تنمية المهارات هي الجانب التنفيذي العملي للمعرفة. نمر لتصنيف آخر، إذا أهداف التدريب وفقا لدرجة وكثافة أو مستوى التدريب، إذا التدريب هذا هل هو مكثف، هل هو سطحي أو عميق، إذا هناك اختلافات. النوع الأول وهو التلمذة، إذا التلمذة هي الأساسيات، هي الأبجديات، إذا هي ليست بالمعمقة، إذا التلمذة أنه يتعلم الأساسيات. اثنين، رفع مهارة الأداء، هنا أكثر شوية، أكثر شوية من التلمذة، فيها أكثر عمق، لكن ليس بعمق النوع الثالث وهو السيطرة والتفوق، هذا الليفل اوف ماستري اللي هو التمكين، ان يكون بروفيشن، ان يكون متمكن جدا، وهو النوع الثالث. نمشي اذا اهداف التدريب وفقا للمدة التي يعطيها التدريب. اذا هناك اهداف قصيرة الاجل وهناك اهداف طويلة الاجل. الآن نتكلم على أساليب التدريب. هناك التدريب العملي، إذا الأساليب كيف ندرب، شفنا أهداف التدريب، شفنا أنواع التدريب، لكن الآن نتكلم على الأساليب كيف ندرب.
او الاسلوب اللي هو التدريب العملي براكتيكال، نعم يدوي احسنت يا فار. النوع الثاني اللي هو تمثيل الادوار، تمثيل الادوار اللي هو وضعيه خياليه ولكنها محاكاه لوضعيه حقيقيه، يعني احط في الوضعيه نقول له تعال مثل لي الدور هذا وقول لي كيف بتتصرف في هذا الدور. النوع الثالث اللي هو دراسات الحالات كيس ستاديز. النوع الرابع اللي هو البريد الوارد، اذا نضع جمله من الاشكالات في انفلوبس في ظروف ونعطيه الظرف ويفتح الظرف ويشوف شو المشكله ويحاول يحل. الخامسه من الوقائع الحرجه، ما معنى الوقائع الحرجه؟ هي يعني الاشكالات الكبرى في كل وظيفه، اذا ما هي الاشكاليه الكبيره اللي تواجه كل شخص في وظيفته ونحاول نشتغل عليها. رقم سته اللي هي المباريات الاداريه، نقسمهم الى فرق ونحاول نصنع نوع من المنافسه بين تلك الفرق، من اللي يحمسهم شيء يحمسهم يحفزهم يخليهم يزيد تركيزهم في الدوره التدريبيه ويزيد ايضا ابداعهم وتتحسن مخرجات الدوره. سبعة المناقشات الجماعية، في مناقشات أيضا بينهم. ثمانية، ما هي ثمانية شباب؟ مين يقول ثمانية؟ يلا مين يقول؟ أيوه هذا هو اللي انتظرته. إذا انتظرت إنه في منكم يقول أسلوب العصر الثاني، هو في الحقيقة مش العصر الثاني. كيف راح نعصر الذهن؟ لا في الحقيقة هي أسلوب العصر الذهني، هي نعم أسلوب العصر الذهني الـ brainstorming، إنه كلنا نتفاعل مع بعضنا، كلنا نطرح أسئلة، كلنا نشارك، كلنا نحاول إنويش، نحاول نطلع بأفكار جديدة. صارت تقول زي مسائل الرياضيات، لا هي مش مسائل رياضيات، لا لا هو المبدا بسيط بالنسبه للعصر الذهني، حد تقدر تفهموا مبدا العصر الذهني انه نشتغل كمجموعه، نقول المشكلة هذا مثلا عندنا المبيعات نازله، يلا نبدا كل واحد يعطينا افكار كيف نرفع في المبيعات. والمبدا اهم مبدا في العمليه انه ولا واحد يعلق يرفض او ينتقد فكره الاخر. بالعكس مهما كانت الفكرة crazy out of the box stupid اللي تبغى انت، مهما كانت الفكرة لا ننتقد تلك الفكرة ولا نقول خاطئة ولا لا، نخليه كل واحد يفكر على نفسه، يعطي افكار من خارج الصندوق وبعدين نجمعها وبعدين بعدين نناقشها ونشوف احسن الافكار. نمشي المحاضرة ال 27، اذا نتكلم على صفات المدرب. اذا ما هي الصفات العامة التي يفضل توفرها في المدرب الناجح؟ مع بعض الشباب، ما هي صفات المدرب الناجح؟ المعرفة الكاملة بمحتوى التدريب، نعم. القدرة على الاستماع إلى الدارسين، نعم. نعم بدر ماريا نوف، نعم. الثالثة القدرة على تشجيع الدارسين على الحديث، القدرة على الرد على، نعم نوف، القدرة على رد التساؤلات والتفاعل مع مشاعر الدارسين، نعم أحسنتي نوف بشرى. القدرة على حل التعارض والنزاع المحتمل أن يقع في حلقات التدريب، ممتاز جدا. أيضا الحيوية والنشاط، الإلمام بالوسائل التدريبية الحديثة، ممتاز ممتاز جدا. ننتقل إلى تحديد برنامج التدريب، ما هي الخطوات التي نتبعها إذا في تنفيذ برنامج التدريب؟ أول واحدة اللي هو ماذا؟ اللي هو الجدول الزمني، لابد أن نضع الجدول الزمني. اثنين نحدد ساعات التدريب،
ممتاز أشواق بشر نعم، رقم 3 المتابعة اليومية للبرنامج. ممتاز. نتكلم الكلب على النقطة الأخرى، يكون يمكن التفرقة بين 3 طرق لتقييم كفاءة التدريب. إذا ما نحن نقيم في كفاءة التدريب هناك 3 طرق. ما هي الطريقة الأولى؟ من خلال ماذا؟ من خلال تحقيق أهداف المنظم. إذا هي التقييم مبني على ماذا؟ مبني على أهداف البرنامج. إحنا مش قلنا إنه حددنا الاحتياجات، والاحتياجات مرتبطة بأهداف معينة يبحث عنها مدير كل قسم. إذا هنا إحنا دربنا وفقا لتلك الاحتياجات، في نهاية بعد الدورة التدريبية نشوف وصلنا لتلك الاحتياجات لتلبيتها كاملة. ويقول الكاتب وتمر خطوات تقييم كفاءة التدريب وفقا لهذه الطريقة كالآتي. إذا تحديد الهدف التنظيمي، وضع الهدف التدريبي، تطبيق برنامج التدريب، حساب المؤشرات السابقة تحديدها بعد التدريب، تقييم البرنامج بناء على الفرق بين المؤشرات قبل وبعد التدريب. ممكن أيضا وسيلة تقييم أخرى اللي هي نعم أحسن يا محمد، وسيلة تقييم أخرى اللي هو اكتساب وتعلم خبرة جديدة. إذا نقيم البرنامج بالاعتماد على كم المعلومات والمعارف والمهارات التي اكتسبها المتدرب. نقطة ثالثة اللي هي رأي أو ردود أفعال الدارسين، طلعوا مبسوطين من الدورة ولا طلعوا زعلانين؟ وكأنهم وكثيرا ما نسمع حقيقة أشخاص يروحوا الدورات التدريبية وبعدين يرجعوا للشركة ويقولوا والله زي ما رحنا زي ما جينا، ما تعلمنا ولا شيء. بالتالي أيضا هذا التقييم مهم، ردة فعل المتدرب، هل يشعر أنه انضاف له شيء أم لا؟ إذا يقول الكاتب وبناء على الاعتبارات السابقة يمكن التوصل إلى 4 تصميمات تستخدم كمناهج مختلفة لعملية تقييم كفاءة التدريب. وهي القياس للدارسين بعد التدريب، إذا لابد أن نقيس الدارسين بعد التدريب. 2 القياس للدارسين قبل وبعد التدريب، القياس للدارسين مع مجموعة مقارنة لم تتلقى التدريب وذلك بعد التدريب، القياس للدارسين مع مجموعة مقارنة لم تتلقى التدريب وذلك قبل وبعد التدريب. إذا هذه أساليب مختلفة حتى تقيم البرنامج التدريبي، إما تقيم الموظفين بعد التدريب، أما تقيمهم قبل وبعد التدريب حتى تقارن، ولا تقارنهم بعد التدريب مع مجموعة أخرى لم تتدرب، ولا تقارنهم قبل وبعد التدريب مع مجموعة أخرى. بهذا نكون وصلنا لنهاية المحاضرة 27 والتي سوف نقف عندها ونكتفي بها، وبالتالي نكون هكذا أنهينا برنامجنا، أنهينا المقرر، وباقي معنا المحاضرة الجاية إن شاء الله سوف نخصصها كلها لمراجعة أهم وأبرز الأشياء على مدار ما شفناه في المقرر. وستكون إن شاء الله محاضرة مهمة، ورجاء دعوة للجميع للحاضر والغائب أن يكونوا موجودين في تلك المحاضرة حتى نقوم بمراجعة تكون تعم فيها الفائدة، وتكون إن شاء الله فتح كثير، وإن شاء الله تكون معناها فوائدها جنة على مستوى تحضيركم وتجهيزكم للاختبار النهائي. إذا هل في سؤال شباب قبل أن نغادر؟ محمد الموعد في الثلاثاء القادم إن شاء الله. فكرة عادية يا بندر، مادة ممتعة يا نوف، وإن شاء الله بحول الله الاختبار في المتناول، وأنا ودي منكم مش النجاح فقط ولكن ودي منكم الاي بلاس حقيقة. إذا تحصل الاي بلاس حتى ولو لم أعلم بذلك، حتى لو لم لا تقابل ولم نفع بذلك، سوف أكون سعيد من قلبي. فرجاء من يريد أن يهديني شيء يحصل الاي بلاس.
مش صعب جدا يا محمد، عندي في زمانات ما اقدر اغير الوقت. ان شاء الله يا نور، ان شاء الله ان شاء الله نسمع باخباركم ساره بعد الاختبار ان شاء الله. اذا على هذا لكم مني كل التحيه والشكر، وحقيقه شاكر لكم وجودكم وتفاعلكم وهذه الاجواء الطيبه، ونلتقيكم ان شاء الله باذن الله في لقاء الثلاثاء القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.